لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض نائب رئيس وكالة أنباء أراكان عبد الله عبد القادر. أهلا بكم أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا أستاذتي. في مثل هذا اليوم وقبل 6 سنوات اندلعت شرارة الاضطهاد ضد مسلمي الروهينجا، كيف تستحضرون هذا التاريخ؟ نعم، هذه الذكرى التي يعني نتذكر فيها هذه المآسي التي وقعت ضد المسلمين الروهينجيا هي في الحقيقة يعني مليئة بالمآسي ومليئة بالصور المحزنة ومليئة بالصور التي تتحدث عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تقع ضد المسلمين الروهينجيا منذ عشرات السنوات. بالمناسبة نحن بدأنا هذه الذكرى منذ عام 2012، وفي الحقيقة هذه القضية بدأت من الخمسينات أو الستينات القرن الماضي، ويعني متواصلة إلى عام 2012، وكان فيها حدث بارز جدا، وقررنا منذ ذلك الحين أن نطلق ذكرى هذه الأزمة في عام 2012. بعدها تفاقمت الأحداث بشكل كبير جدا، ووقعت أحداث عظيمة جدا، فر خلال هذه الخمس والست سنوات ما يقرب من مليون شخص أو أكثر من مليون شخص من ولاية أراكان، وهجروا في دول عديدة من ضمنها بنغلاديش ومن ضمنها ماليزيا واندونيسيا واستراليا ودول كثيرة وصل إليها اللاجئون الروهينجيا. الانتهاكات التي وقع ضد هذه الأقلية المسلمة في ولاية أراكان انتهاكات كثيرة جدا، من ضمنها الاغتصاب، اغتصاب الفتيات واغتصاب النساء، وأيضا الاعتقالات التعسفية والمنع من أداء الشعائر الدينية والقتل خارج نطاق القانون، وأيضا العمل القسري إضافة إلى التهجير القسري، إضافة إلى الاعتداءات التي تقع من قبل البوذيين المتطرفين ومن قبل الميليشيات البوذية التي شكلتها قوات ميانمار. هذه الانتهاكات كلها دفعت بهذه الأقلية إلى أن تهرب من ولاية أراكان، ويعني تقصد هذه الدول التي ذكرتها قبل القليل، دول الجوار. بالحديث يعني حدثتنا عن التحديات التي يعاني منها وعانى منها مسلمو الروهينجا في ميانمار، ماذا عن التحديات التي واجهتهم في بلدان اللجوء؟ بطبيعة الحال يعني الدول التي استقبلت اللاجئين الروهينجيا كانت تنوي أن تستقبلهم لفترة مؤقتة، ولذلك كثير من هذه الدول كانت تضع هؤلاء اللاجئين في مناطق احتجاز يعني تمنعهم من الخروج من هذه المناطق وتمنع عنهم كثير من الحقوق الأساسية التي هي مفروضة ومكفولة لجميع البشر في جميع الأرض. أنا لا أستطيع أن ألوم هذه الدول لأنها في الغالبية هي دول فقيرة جدا، مثل بنغلاديش وغيرها هي دول فقيرة، ويعني تنقصها الكثير من الخدمات بالنسبة للمواطنين، فكيف باللاجئين الذين قصدوها؟ ومن ضمن الأشياء التي عانوا منها هناك في هذه الدول مشكلة التعليم وأيضا مشكلة العلاج وأيضا مشكلة التنقل، وإن كانوا في الجانب الآخر هو جانب أداء الشعائر الدينية يعني أخذوا حرية كبيرة جدا بحكم أن هذه دول إسلامية، لكن في الجوانب الأخرى الإنسانية لا زالت هناك مآسي كبيرة في هذه المخيمات سواء في بنغلاديش أو في الدول الثانية. إضافة إلى هذا أن كثير من اللاجئين الذين فروا من ولاية أراكان وقعوا في يد عصابات الاتجار بالبشر، وهو ما حدث في عام 2015 لما كشفت عصابات الاتجار بالبشر في طرق في بحر في مضيق ملقا والجزر والحدود التايلاندية والماليزية، وكشفت هناك يعني مراكز احتجاز لعصابات الاتجار بالبشر كانت تتجر باللاجئين الروهينجيا وتطالب أهاليهم وذويهم في الدول الأخرى بالفدية وبالمال حتى يطلقوا سراحهم. إضافة إلى ذلك الكثير منهم غرقوا في البحر والكثير منهم مات أيضا بسبب الأمراض وبسبب سوء الأوضاع المعيشية في دول الجوار. في ظل هذه المأساة الإنسانية كيف تقيم تعاطي المجتمع الدولي مع هذه المأساة طيلة هذه الفترة؟ في الحقيقة الدول التي يمكنها أن تحل هذه القضية دخلت في نفق مظلم جدا في اعتقادي، بسبب أن هناك قوى عظمى تدخلت في هذه القضية. فالولايات المتحدة الأمريكية كانت تنادي كثيرا بإعطاء الحقوق أو إرجاع الحقوق إلى هذه الأقلية وإرجاعهم إلى بلادهم وإرجاعهم إلى ديارهم ومحاسبة المسؤولين. في المقابل الصين كانت تمنع أي قرار ضد حكومة ميانمار وضد الجيش في ولاية ميانمار بسبب أن هناك نزاعات استراتيجية بين الولايات المتحدة وبين الصين للنفوذ في هذه المنطقة التي تعتبر مناطق استراتيجية للصين التي يمضي فيها مشروعها مشروع الحرير.
ولذلك هذه القضية دخلت في نفق مظلم جدا. يعني الحكومة أيضا في داخل ميانمار كانت حكومة عسكرية وكانت لا تنظر إلا من معيار عسكري ومعيار ديني ومعيار عنصري مقيت جدا. بعد ما تركت السلطة العسكرية في ميانمار إلى سلطة مدنية، هذه السلطة المدنية لم تكن تملك الكثير من السلطة في البلاد، سلطة حقيقية، وكثير من الوزارات الفاعلة كانت بيد الجيش، ولذلك هذه السلطة لم تملك الكثير. حتى أنا حاولت أن تشكل عدد من اللجان لإرجاع الحقوق إلى المسلمين الروهينجيا، لكن خطاب الكراهية الموجود في ميانمار حال دون ذلك. إضافة إلى ذلك أن السلطة المدنية الحالية هي أيضا تخاف أن تفقد مصداقيتها عند الغالبية البوذية، وأيضا تخاف أنها تفقد السلطة القليلة الموجود بيدها، ولذلك لم تستطع أن تقوم بالكثير. نعم. الأمم المتحدة أيضا كانت تنادي بالكثير من القرارات وتنادي وتشجب الانتهاكات التي تحصل ضد المسلمين الروهينجا. حديث عن الأمم المتحدة، هناك اتفاق قيل عنه الكثير ورفضه الروهينجا، كيف تقيمون ذلك وما دواعي هذا الرفض؟ نعم، هذا الاتفاق الذي كان بين الاتفاق الثلاثي بين ميانمار والأمم المتحدة وبنغلاديش لإرجاع هؤلاء اللاجئين إلى ولاية أراكان، في الحقيقة هذه الاتفاقية لن تؤتي أكلها إذا ما كان يصحبها إرجاع المسلمين الروهينجا حقوقهم الأساسية. يعني من دون إرجاع الحقوق الأساسية للمسلمين الروهينجا والاعتراف بهم وكمواطنين أساسيين في هذه البلاد، فإن هذا الإرجاع لن يفيدهم في شيء، لأن الجيش سوف يواصل الاضطهاد والمتطرفين البوذيين سوف يواصلون القتل والقمع، وسوف يعني تتواصل عمليات منعهم من أداء الشعائر الدينية. فهذه الإعادة غير واضحة بالنسبة للمسلمين الروهينجا الذين صبروا لسنوات عديدة وانتظروا من سنوات عديدة أن ترجع إليهم حقوقهم. أشكرك جزيل الشكر نائب رئيس وكالة أنباء أراكان عبد الله عبد القادر، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض.